أكبر. احتفاء لواء مؤتمن انفجار صاروخ الذي أطلقوه على مطار دير الزور المتمركز فيه شبيحة الأسد تاريخ 18/12/2012. نجاح الصاروخ الأول. الله أكبر. العزة لله. الله أكبر. نجاح إطلاق الصاروخ الأول العسكري بصواريخ محلية الصنع لا من مجلس عسكري ولا الثورة ولا أي دولة عربية أو أجنبية بصناعة المجاهدين الأبطال. الله أكبر. الله أكبر. 18/12/2012. الله أكبر. الله أكبر. نجاح إطلاق الصاروخ الأول الحمد لله. وهو صاروخ عمر الفاروق واحد رقم واحد. الله أكبر. وهو صاروخ المجاهدين واحد. واحد. إن شاء الله. وصاروخ أبي طالب كرم الله وجهه. هذا هو الله. الله أكبر العزة لله. الله أكبر. الله أكبر العزة لله. وقف وقف. من هنا؟ وقف من هنا؟ اسمع 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 اسمع.